مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اسواق. واحداث ساخنه جدا شهدها سوق المعادن الثمينه على المستوى العالمي خلال الايام الماضيه، يعني بنتكلم من يوم الاثنين لحد يوم الجمعه. احداث كتير جدا وتغيرات مستمره في اسعار الذهب صعودا وهبوطا. الناس اللي بتتداول حققت مكاسب كبيره جدا 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 لا يتخيلها بشر، ربما 30 دولار في كل اونصه، وفي بعض الناس خسرت تقريبا نفس القيمه بما يتجاوز 20 دولار نتيجة حدوث تغيرات مفاجئة في الأسعار، وده كان ليه طبعا انعكاسات على السوق المصري. في حلقة النهاردة هنحاول نعرف ايه اللي حصل وليه الارتفاعات دي تمت بهذا الشكل السريع، وكمان الهبوط كان بنفس القيمة تقريبا وبنفس السرعة التي حدث بها هذا الارتفاع. الحقيقة انه السعر على المستوى العالمي كنا بدأنا الاسبوع عند مستويات تقريبا 1890 الى 1900 دولار للأونصة، وتجاوز القيمة دي الى 1909 دولار. كنا يعني هذا التوجه كان بسبب انه في ضبابية في المشهد في الولايات المتحدة الامريكية، وكان السوق بيترقب ما يسمى اسعار المستهلكين، بين قوسين كده التضخم، يعني الاسواق العالمية كانت منتظرة اعلان التضخم في الولايات المتحدة. فضلنا نتداول على هذا المستوى، القناة السعرية اللي الذهب كان بيتحرك فيها زي ما قلنا 1890 الى 1909 دولار او 1910 دولار. طبعا يعني ايه قناة سعرية؟ يعني مستوى حركة الاسعار ما بين سعرين لا بيطلع يتجاوزهم ولا ينزل اقلهم. يعني القناة السعرية اللي كان بيتحرك فيها تقريبا كانت 20 دولار فقط زي ما قلنا، من 1890 الى 1910 دولار طالع نازل على هذه القناة السعرية. تمام، فضلنا نتداول ايام الاثنين والثلاث والاربع في القناة السعرية دي، وفجأة مع اعلان اسعار المستهلكين اللي هو التضخم في الولايات المتحدة الامريكية وحدوث ارتفاعات كبيرة فيه، كان السعر ارتفع اكتر من 1910 دولار، لكن بصورة غريبة ومفاجأة للكل. لقينا في نهاية جلسات الجمعة حصل تراجعات مستمرة في السعر، لقينا نفسنا نزلنا لمستويات 1876 دولار، ده بالنسبة للأونصة. طب ليه المفروض مع ارتفاع التضخم زي ما قلنا في الولايات المتحدة الأمريكية كان المفروض ان السعر يواصل الصعود؟ الحقيقة ان المستثمرين، هقولها لكم بشكل بسيط، ترجموا فكرة انه ارتفاع التضخم بالطبع لازم يقابله ارتفاع في اسعار الذهب، لان تقريبا العلاقه بين الاثنين عكسيه، كلما حدث ارتفاع في التضخم بالتاكيد لازم يقابله، اسف، كلما حدث ارتفاع في اسعار التضخم في الولايات المتحده الامريكيه لازم نلاقي اسعار الذهب ترتفع معاه. ليه؟ لان المستثمر بياخد فلوسه يحطها في الذهب علشان يحافظ على قيمته، لكن مع ارتفاع التضخم الاسبوع ده لقينا حصل العكس والناس بدات تبيع الذهب ويحصل تراجع. ليه؟ لانه كان في اشارات من مجلس الاحتياطي الامريكي انهم مش هيغير اسعار الفايده. طبعا يعني ايه العلاقه بقى بين المثلث ده، الفايده والتضخم والذهب؟ لما بيحصل ارتفاع في التضخم البنك المركزي او البنوك المركزيه بتحاول تكبح جماح هذا الارتفاع وبترفع الفايده، تمام؟ اي رفع في الفايده هيوقع سعر الذهب. فكان الترقب ان الناس في اللي بيستثمروا وبيشتغلوا على تداول في الذهب منتظرين قرار من مجلس الاحتياطي او اشارات بشان مستقبل حركه الفائده، وكانت الاشاره الواضحه هذا الاسبوع انه اسعار الفائده ربما لن تتغير، هتفضل على مستوياتها الحاليه، فما فيش ارتفاع فيه، يعني اسعار الفائده تفضل زي ما هي. ومن ثم حصل ان المستثمرين بداوا يطمنوا انه ربما الاوضاع مستمره على هذا النحو، ومن ثم حصل بيع كبير فحصل التراجع بقيمة زي ما قلنا لمستويات 1876 دولار. ده كده الحدوتة عشان ما نخش في تعقيدات اكتر على المستوى العالمي. هنا في مصر السعر كان شكله كالتالي، ارتفع من تقريبا الى 815 جنيه في بداية الاسبوع، وحصل تراجعات مستمرة ليغلق عند 807 جنيه لعيار 21. طيب ده كده وضع السوق في مصر. السؤال هنا، هل الاسعار مستمرة في التراجعات الايام اللي جاية ولا ايه اللي هيحصل؟ الحقيقة ان ده مرتبط بنفسية المستثمرين لو صح التعبير، لانه مفيش حدث كبير احنا بننتظره، الحدث اللي كنا منتظرينه وهو التضخم في الولايات المتحدة ما غيرش كتير في الاسعار. زي ما قلنا نزلنا لمستويات 1876 دولار، وهنا في مصر نزلنا لمستويات 807 جنيه. طيب الايام اللي جاية ايه اللي هيحصل؟ ده بيرتبط بنفسية المستثمرين وهم اصحاب القرار، يعني هيبيعوا ولا هيشتروا، وده اللي بيحرك سعر الذهب. لكن التوقعات تشير الى انه اقصى ارتفاع ربما تشهده الاسعار في الايام اللي جايه هنوصل الى مستويات زي ما قلنا 815 جنيه،
وبالنسبه للسعر العالمي قد نعود الى مستويات 1909 دولار. ده تقريبا شكل حركه الذهب في اليومين الثلاثه اللي جايين، علشان لو حد ناوي يشتري بالنسبه للناس اللي بتتداول، ولو بالنسبه للناس اللي هي بتشتري يعني علشان موضوع الشبكه او شراء الزينه او شراء كهربيه، لا يشتري دلوقتي، السعر مناسب جدا. ولكن لو هو بيتداول وزي ما قلنا عنده حساب وبيتداول فورين على الذهب، لازم يراقب كويس جدا حركه اسعار المعادن الثانيه وحركه النفط وكمان القرارات الاقتصاديه ومؤشرات التضخم وحوالي 12 عامل اخر يساهم في سعر الذهب. يعني احنا كده حاولنا نلقي الضوء على اللي حصل في الاسبوع الماضي، وفي حلقات جايه ان شاء الله هنتكلم على توقعات ومستقبل حركه الاسعار حتى نهايه هذا الشهر. نشكركم لحسن المتابعه.